في رقم 10 مع كريم رمزي، حلقة خاصة واستثنائية عن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، كواليس خاصة ولقاءات مع نجوم القلعة الحمراء ورصد فني شامل للمباراة مع المحللين الرياضيين محمد جمال، محمود شاكر وأحمد الحنفي. رقم 10 مع كريم رمزي اليوم 12 منتصف الليل على قناة مصر الأولى.